لا شك إنه إحنا حالياً عم نعيش واحدة من أحلى فترات عالم الألعاب، وهي فترة الريميك، فترة تجديد الذكريات والأيام الحلوة. وأنا لهذا السبب حبيت أعمل هالفيديو لحتى أشارككم أكثر 6 ألعاب بتمنى ينعملهم ريميك باستثناء Resident Evil، لأنه كابكوم مش مقصرة أبداً مع هذه السلسلة. لا تنسوا اللايك، Let's go. Reacting to the meds. Check the dosage. Damn it. Grab the crash cart. Just get it done. You'll feel a little pinch. في المرتبة السادسة عنا Fear. Fear هي واحدة من أهم الألعاب اللي وازنت بين الأكشن والرعب من منظور الشخص الأول. القتالات فيها عميقة بفضل الذكاء الاصطناعي فيها، وملاحقة الشريرة آلما إلك أكيد موضوع وتر كل شخص لعب اللعبة. الجزء الأول والثاني كانوا ممتازين، لكن خاتمة الثلاثية كانت عبارة عن لعبة FPS تعاونية غلب عليها طابع الأكشن وانحرفت عن مسار السلسلة الأساسي. فير إذا عملها ريميك فهي بحاجة طبعا لتحسين رسومات الشخصيات، تنويع أكثر في البيئة، وتحديث أسلوب التحكم. هذا الإشي إذا صار للعبة فير، فاللعبة ممكن جدا تصير واحدة من أهم ألعاب الأكشن هورور. في المرتبة الخامسة عنا Clock Tower. قبل Resident Evil كان في Clock Tower، واحدة من أوائل الألعاب في فئة الرعب والبقاء. الجزء الأول صدر على جهاز الـ SNES، وبعدين انعمل له ريماستر خفيف على الـ PlayStation 1، اللي نزل عليه كمان الجزء الثاني، والجزء الثالث آخر شيء نزل على الـ PlayStation 2. هلأ هذه اللعبة إذا نحط وراها التقنيات اللي انحطت ورا ريميك ألعاب Resident Evil مع محرك الـ RE Engine، فاحتمال كبير Clock Tower تصير منافس قوي لألعاب الرعب والبقاء. Yes, master. We will keep her here for a while. I will make sure she stays comfortable. في المرتبة الرابعة عنا Haunting Ground. البعض بيحكي عن Haunting Ground إنها خليفة Clock Tower. أنا ما بشوفها هيك صراحة، أنا بشوفها لعبة مستقلة. لو انعملها ريميك فحتخلي كابكوم في طليعة الشركات المصنعة لألعاب الرعب. الرعب في هذه اللعبة نفسي أكتر من أي إشي تاني، لأنك ببساطة تتحكم بشخصية بنت بتحاول تحمي حالها بأبسط الأدوات في بيئة حرفياً بتقشعر، وناس حواليك بيراقبوك على طول، ما بتقدر تقول عنهم غير إنهم مخبولين رسمي. فهاللعبة إذا عملها ريميك مع التعمق أكتر في قصتها اللي جد حلوة، وتحديث التحكم فيها والحفاظ على جوها المرعب المميز، فهذا الشيء حيخليها تحفة فنية. For you. Wait. في المرتبة الثالثة عنا Fatal Frame 1. Fatal Frame هي واحدة من أقوى ألعاب الرعب الكلاسيكية، يعني توب 5 بالنسبة لإلي بكل سهولة. اللعبة مميزة جدا في قصتها وجوها والجيم بلاي. صحيح مؤخرا لعبنا الجزء الرابع والخامس، لكن ما كانوا بقوة الثلاثية الأولى. أول 3 أجزاء بالنسبة لإلي هم روح السلسلة، فلو شركة كوي تيكمو جسدت كامل قدرات محركها
كاتانا إنجن لعمل ريميك للسلسلة بداية من الجزء الأول، فعلى الأغلب الشركة حتصير منافس قوي بهذا المجال. في المرتبة الثانية عنا باراسايت إيف. مشهد الافتتاحية في باراسايت إيف 1 كان أكيد مشهد لا ينسى. عمل ريميك يكون وفي 100% لباراسايت إيف الأصلية أعتقد بيكون شيء صعب، لأنه سكوير إنكس حاليا ما بتملك حقوق الرواية الأصلية، لكن مع شوية تغييرات وتعديلات ممكن تنحل هذه المشكلة. أنا ما عندي مانع يصير تغييرات ممكن نقول عنها جذرية في السلسلة، لكن أهم شيء تحافظ على الجو والجيم بلاي اللي وازن بشكل رهيب بين عناصر الرعب والآر بي جي. يعني سكوير إنكس حاليا بين إيديها كنز اسمه باراسايت إيف، لأن فئة الهورور آر بي جي فئة صعب تتميز فيها، وباراسايت إيف لو انعملها ريميك صح حتحط سكوير إنكس في طليعة هالفئة. From the creator of Resident Evil, Dino Crisis. Dino Crisis. في المرتبة الأولى عنا داينو كرايسس. أعتقد اللي بتابعني عارف قديش أنا متلهف لعمل ريميك لداينو كرايسس، يعني ما عندي مانع أبداً إنه كابكوم تعمل بوز على مشاريع ريزيدنت إيفل وتبدأ بمشروع داينو كرايسس ريميك، لأن ببساطة ما في لعبة ديناصورات حلوة حالياً. واحدة من العناصر اللي جد بتميز لعبة الرعب هم الأعداء، وديناصورات داينو كرايسيس مميزين ومرعبين جدا. متخيلين شكلهم بالريميك؟ ولا صوت الملك تي ريكس كيف ممكن يكون؟ السلسلة من أفخم ما قدمت كابكوم من ناحية القصة والجو والجيم بلاي، باستثناء إدارة الموارد في الجزء الأول. هذا أعتقد لازمه شوية تغيير لأنه بلبك الواحد، وفي الوقت الحالي نظامه ما أظن يمشي بصراحة. إلهم وحشة ريجينا، ريك، جيل، ديلن، حتى المشطوب دكتور كيرك. لو كابكوم فاجأتنا بريميك لداينو كرايسيس أكيد الفانز حيطيروا من الفرحة، خصوصا فانز ريزيدنت إيفل، لأن أعتقد أي شخص لعب ريزيدنت إيفل زمان أكيد لعب معها داينو كرايسيس. أوكي جيكس، إحنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات شو الألعاب اللي بتتمنوا ينعملها ريميك. أنا بتشكركم كتير للمتابعة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد. بأمان الله.